أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هل في هذه الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص؟ ما في شك أنه من أوضح الردود عليهم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله، فيها الرد عليهم، فهم مؤمنون ومع هذا قال لهم آمنوا أي زيدوا إيمانكم قووا إيمانكم. نعم.